بتواصل سارة سلامة تصوير فيلمها الجديد أخلاق العبيد من بطولة خالد الصاوي وسلوى عثمان ومحمد شرف والإخراج لأيمن مكرم. كاميرا أرابود قابلت الفنانة سارة سلامة في كواليس التصوير وكلمتنا عن تجربتها الجديدة مع النجم خالد الصاوي. أنا طبعا مبسوطة جدا إن أنا مع كل الكاست ده لأنه بصراحة كلهم فظاع وأنا كان نفسي أشتغل مع أستاذ خالد الصاوي. وكمان كشفت لنا سارة سلامة عن دورها في الفيلم وهي شخصية ريهام وهي فتاة ليل، وزي ما عرفنا منها كانت عايزة تقدم الشخصية دي من فترة طويلة. الدور هو مفروض طالعة بروستيتيوت بيقابلني في الشارع في خناقة فبيدافع عني، فبيفضل بنفضل أنا بحبه يعني كحد كبير وحب يعني أبوي وفي نفس الوقت حب الحب يعني. ورغم ان كتير من الفنانات بيبعدوا عن نوعية الشخصيات دي ومش بيحبوا يمثلوا دور فتاة الليل، الا ان سارة سلامة كان ليها رأي تاني وكشفت لنا كمان هتقلد مين من كبار النجمات اللي عملوا الادوار دي. انا بحب قوي النوع ده اساسا وكان نفسي اعمله حاجة مختلفة خالص ما عملتهاش قبل كده. يعني انا مثلا الفيلم اللي بعشقه بالنسبة لي هو ده النمبر 1 في الحاجات دي في البروستيتيوت وكده، هو فيلم بئر الحرمان بتاع سعاد حسني. ده بالنسبة لي انا في الفترة اللي فاتت انا حافظاه اصلا الفيلم، قعدت اتفرج عليه، هو طبعا مش بالطريقة دي بس بحاول اخد من ادائها. يعني اكيد سارة سلامة هتثير الجدل بالشخصية دي في فيلم اخلاق العبيد، بالذات انها دايما بتثير الجدل بصورها والشوتس اللي بتعملها واللي كان منها جلسة تصوير وهي حامل وهي كمان بالهوت شور. انا بحاول اغير من الحاجات، بحب اعمل حاجات مختلفة ما اتعملتش قبل كده، فلما مثلا بتاع الحمل ده كان عيد الام اصلا وما كانش ولا بجد ولا حاجه، ده مجرد سيشن بعمله فكره جديده. ف يعني انا من وجهه نظري انا ما بعلقش على الحاجات دي، انا بعلق بعملي بشغلي، يعني ده ردي على الناس اللي مش عاجبهم اي حاجه انا بعملها. انا شايفه ان انا تمام جدا وما بردش، ما بحطش في دماغي بصراحه الموضوع. الفنانة سارة سلامة كمان كانت مرشحة لعمل فوازير لكن ما فيش أي تفاصيل عن المشروع ده، سألناها وكشفت لنا عن حقيقة الموضوع. كان في مشروع كده عمله فوازير بس لسه والله ما فيش حاجات يعني أساسية، يعني لسه ماضي مش أكيد يعني. سارة أثارت جدل كبير بتصريحاتها عن الفنان محمد رجب والمخرج محمد حمدي واللي شاركتهم في فيلم صابر جوجل اللي اتعرض عيد الأضحى اللي فات. عارف كل اللي انت فيه ده من ايه؟ ايه؟ من الحشيش. شيش كسبك دلوقتي عندك فيلا. طب انت بتشرب حشيش؟ لا. ما عندكيش فيلا ليه؟ هو طبعا نجم وانا بحب تمثيله وكل حاجه، بس انا وهو مع بعض ما يعني ما اظنوش ان احنا هننفع تاني نشتغل، لانه الموضوع في مستوى الشخصي مش في مستوى الشغل خالص، وانا الفيلم كنت شايفه ان هو ممكن يطلع احلى من كده. لا مش هشتغل تاني معاه محمد رجب ومحمد حمدي، مش هشتغل معاهم تاني، ده تصريح رسمي. يا من هوى بحبك يا ليلى وانا بموت فيك.